بيانات ولا محطة تصوير. أرجو اللي هيوجه سؤال بس يجينا هنا عشان ما ناخدش وقت. يعني ده أمر نظمه القانون، والحقيقة هو منظم بالقانون، وذلك لحث المواطن لاستخدام حقه. إنما إحنا يعني زي ما بنقول رأينا ووعينا ومراهنتنا على أنه استخدامنا لهذا الحق لا يعني يستدعي سوى استخدامه. فزي ما قلت حضرتك هو فعلا أمر منظم طبقا للقانون وموجود القانون، ولا أحد يستطيع تعطيل القانون، ولكن يقابله أن المواطنين مصممين إن شاء الله على استخدام حقهم. معالي المستشار ماهر الرشيدي صاحب مجلة إذاعة التلفزيون، اسمح لي حضرتك أن أتوجه بالتحية والتقدير لشهداء المواطن السفيرة والشرطة، لأن لولا تضحيات هؤلاء ما كنا في هذا العرس الانتخابي حاليا، وما اختار المصريين رئيسهم بكل حرية وحرية. كل التحية والتقدير لهم من هنا ومن كل من الشعب المصري. سؤالي عندي نقطتين. هناك أحد المستشارين في بن سويف رفض إلا بعض المواطنين يضرب صوتهم بالبطاقة منتهية البطاقة المنتهية، يعني برغم أن حضرتك أعلنت مرارا وتكرارا أن البطاقة المنتهية ممكن يتخذ بها لأن الرقم بتاعها ما ظهرش. إيه الإجراء اللي حضرتك اتخذته وهتقول إيه للناس اللي رجعت ما انتخبتش، يعني يرجعوا تاني ينتخبوا ولا إيه؟ النقطة الثانية، ماذا لو أعلنت إحدى الفضائيات أو إحدى حملات المرشحين نتيجة الانتخابات، هل هناك عقوبة لمن يعلن ويطلعوا يقولوا مؤشرات أولية وبتعمل بلبلة للناس؟ هل هناك عقوبة لمن يدلي أو يعلن نتيجة الانتخابات؟ شكرا لحضرتك. شكرا. طبعا ليس أو كلنا لسنا بحاجة إلى أن نقرر جميعا تحية لشهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وغيرهم، وإحنا بنقول إنه تواجدنا ووجودنا على هذا على أرض هذا الوطن هو أمر يستصحبه من ضحى بأرواحهم فداء لهذا الوطن. كل الشكر والتقدير والتحية لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية والقضاء المصري. هذه العملية الانتخابية تدار من خلال هذه الجهات المسؤولة، وأيضا كل الشكر والتقدير والتحية للمواطن المصري الذي هو عمود الخيمة في هذا الأمر. أما من رفض التصويت ببطاقة الرقم القومي المنتهية، أرجو أن حضرتك تقول لنا رقم اللجنة، سجل رقم اللجنة، ومن دلوقتي وإحنا بنقول على الهواء من حدث معه ذلك عليه أن يعود إلى لجنته، لأن هناك تعليمات واضحة. التصويت ببطاقة الرقم القومي سارية أو غير سارية، فإذا كانت هناك واقعة محددة حضرتك ادينا رقم اللجنة وإحنا هنتعامل. التالتة إيه يا فندم؟ لو أعلنت وسائل الإعلام نتيجة الانتخابات.